جالس ينتظرني. قول والله ما اقول لك شيء واجي. وش فيك وش حسيت؟ وش صار؟ انفجر مكيف في ذمتك؟ وشو؟ انا السؤال انتوا كيف طلعتوا؟ سهلة. السؤال وش دخل الجلد في الجولة؟ تقول شارب فناجيلهم في الجولة أقصد يعني. حتى في الجولة أنا للأسف إن احتزمت ماجد. توقعت بيطلع من شيء لكن للأسف خيب أماننا. أيوه. أنت أنهيت صداقة كان مدتها 15 سنة انتهت اليوم. أنا ودعتها. أنا على أساطير. أنا ودعتها قبل شوي. قلت عيني لعد شوفك لا في صداقة ولا في سنابات ولا في شيء. بعطي حظر في كل الحسابات بعد شوي. طيب يا ام طفى الكهرب ايش صار عليكم؟ طحت مع الدرجة ذي الله لا يوفق ريسك. ارحب اذا ما كرهتك الفوز هذا كله. ها انت تهددنا انت. لا 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 هذا اسمع هذا العصا ذي تكسر كسر نبي شيء يلسب لسب اجيب لك ملابس قول لا اله الا الله هذا اللي اي لسعتها هذا ترى مو منكم من اللي قال ارجع هذا انا رجعت شوف ايش صار لي يلا بسرعه اعطيني بسرعه صبحكم الله بالخير وشلونكم عساكم طيبين. بما أننا فزنا اليوم وأنتم معودين على الفوز يا الأساطير ما هو في الجولة أنتم معودين على الفوز دائما سابقة طبعا بنحطها بكرة في وقت مناسب الناس صاحية فيه كلها بشوف أنا عاد الحين. طبعا أنا فكرت قبل شوي قلت طيب والناس اللي في تويتر ما يدرون مثلا عن السناب ولا شيء وش ذنبهم والشيء الثاني الناس اللي يصممون في التيك توك وش ذنبهم بعد والناس اللي في جاكو وش ذنبهم بعد عشان كذا بكرة أربع مسابقات بكرة هذا أربع مسابقات وأربع جوائز توزع بكرة رحب ترحب المطر الله حيّا عساك طيب الله حيّا كيف الحال مرحبا والله ومسهلا الله يبقيك ملايين الله يطول عمرك اقسم بالله العظيم اني مشتاق لك وش الحوسه يا ولد يا مش انا اقول لك مشتاق لك يا حيوان ها او معليش الله يحفظك يا عفيف عساك طيب كيف الحال مشتاق لك خلاص تفايط علي ترى انا نو يا حبيبي نو واي ليس الرجوع للقناة نو يا حبيبي نو واي ليس قرب قرب قريب ولا انت بقريب كل يوم ان شاء الله نعرض الكتاب نعم نتعنى له بالروح بس معرض العطور يعني ارى ان التكنولوجيا قربت كل شيء توقعات تحوم حول معرض العطور معرض الكتاب السفرة المجهولة منها وفيها لكن ان شاء الله قريبا باذن الله جيت هوانا على موعد لقاها مشتميت مرحبا باللي ما حد يطرد عماسي من ورا شط البرازيل جات حبوبها شارب اللي ما جدي ما شرى لكم تم شراء احدث الاجهزة النقالة ايفون 15 برو ماكس مدح عليه كثير ممتاز يقول احسن من 16 وانا ما ارجع ورا دائما اتقدم لا تنظر ورا روح قدام يا حبيبي مو من شر فاجأ يا حبيبي سلام عليك فعالية اسمها فعالية الدار حلو عندنا في العمل اشكرك بعنف بنروح لها يا سلام شوفها تمشى فيها ان كان مدانا نطلع معرض الكتاب اللي هي يوم كامل ونخلي له يوم كامل يوم كامل ليه يا شيخ ما خلاص يعني بعدها نطلع نتقهوى مكان اوف اوف
شيخ الجدول احلى مفاجاه بالتاريخ يا مرحبا يا ابو سامر هذه وسعت المرحلة عشان امور طيبه لا فيك اللي معنا من كبار الشخصيات حول المساعد وداني من هو ما شاء الله مكتظب الناس من رحيم الجدول بسم الله بداية هذا بس ها ما شاء الله وين وقف بس حدد 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 كبار الشخصيات معنا يا ابوي خل حرة وين وقف خل حرة رجع بعدين غير رجع حطوه عند الباب هذا خل حرة السلام عليكم الله يبقيك يسعدك يطول عمرك الدار الان في سوق الدار عند براند اطيب الغلاء بسم الله ما شاء الله تبارك الله كيف حالك الله يحييك تري عن اطيب عندك انا ببدا معك وش عطر الشعر وشاح هذا اصدرناه في معرض قطر الطلب عليه من قطر موجود بمحادثات الواتساب والطلبات ما شاء الله الله يبارككم ويزودكم ولا ينقصكم اللهم هذا اصدرناه قبل الايفنت حلو وهذا عطر سهم سهم وهذا عطر دوس لله وفيه الكاكاو وفيه الزعفران بداية العطر كل دمجناه في العطر هذا حلو وعندك العطر سهم فيه شجرة البلغاري وفيه نبتة اليابان والمبيعات ما كانت متوقعة الصراحة هذا أنا راهن عليه هدايا دهن العود هذا دهن يا سلام خلني أعطيك إذا زكاب ومتاع تراه أنا أبغاه يقول الحق ما شاء الله تبارك الله الرائحة نفاذة مثل ما قلت يصلح في الشتاء طبعا هذا أصدقناه طبعا مثل الناي في في الإيفنت هذا وبشكل ما توقف من على الطريق الوصول الله يبارك لك الله يبارك لك عندنا المبثوث والبخور شعلومك أبو محمد محمد الله حيه ساقب خير زين حابة تقول شيء لا مش حابة أقول مرات الجايه خلاص انت الحين ابو سامر اوه لا بلاش اشكرك على المقهى ايش سالس والله متعه نتمشى بعد زوجتك يا العال طيب الله يعطيك العافيه ترى اوقاتك بسم الله ما شاء الله تبارك الله الرسمات هذه رسمات كنت ما شاء الله عظيم اني اتمنى ان المواهب اللي عندي اعطيك اياها واخذها انا خطاط شاعر لكن ما يقدر المقاطع عقبال ما ترسم اخو الحره لكن ان شاء الله نتواصل مع الربع اللي ترى ما دام نومسنا الله يبيض وجهه هذا اخوه هو ابن عمنا الثانيين والله انه هو نعم ومنومسين حتى احنا ولا فيصل ولا شنار ولا والله انه هو والله انه هو نعم طيب اربعه استمتع بهذا المكان الرايق اسمي انا إيه؟ اسمي فيصل سويت بليسز ايش معنى نورب ارحبوا صباحكم الله بخير جميعا ما عندي شيء بس حبيت اذكركم لا تنسون نوماس كاريزما التصويت اما بخصوص نجم ريالتي نجم ريالتي باذن الله ضامنينه بالجيب بس الاهم عندي هو رايه كاريزما بنزل لكم التصويت بعد السناب هذه وبيض الله وجهكم مقدما قلنا المليون باذن واحد الاحد والرايه هذا اكثر واحد يتحلطم اقسمت له عليه حلطمه واجده انت ايش تبي كل واحد على جواله احنا جالسين ولا كل واحد خلاص طيب سؤال واحد اسمع انا 84 يوم معك في القناه جوالي مو 84 يوم معي علشان كذا بس ارحب يا بضاف يا قلبي يا الشاب المتزن ما بيضيع اتزانه لتفضحوني عند تلعات الأرقام والناس تعرفني رزين وتكانه أنا هواوي والهوى سلم الأحباب ولا خير في سلم المحبين كانه يلحقني منقود عقفال الأشناب والله يوردني دروب المهانة كم جاد لجتني وقضبته الباب حتى لو أن البنت هذه فلانة يا رجل سجي واعتلي راس مرقاب ما في شيء يستاهل اقعد عشانه اكثر من اللي ضاح قاتل ثمانه
يزيد شدات النفس وقت غراب والأرقة اللي مر المعذرة يا ابن بقالي من أصحاب لازم أقلل من حدود الميانة عشان يبقى الود من بين الأحباب عشان يبقى للم... ما أنا سمعت وش المعاناة يا فهد اللي تعاني منها؟ معاناة الفول ليه؟ يا أخوي مثل السفنجة اللي تشفط الماء لكن هذا ذاك اليوم شفط ما كان فيني من ماء هم يبست ريق وكلش حتى عيوني تذجف تشرب من ذا الماء هذا مشكلتك معلم مع الفول انا اسمع ابو حمود سام حياك الله حياك الله وحياك عندك مشكله في الاكل الحمد لله عنده ترى بعد بيعلم ارحب ابو سعود الله حياه لا في مشكله مع الماكولات صالح ترى بيعلم فهد بيعلم علمك وش مشكلته هذا من اللي ميامينك لا فهد مشكلته فهد مع حبيبات الذره حبيبات الذرة سمة حبيبات الذرة ومسعود 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 لا 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 إن شاء الله بنت صالح حتى العشب لقى زهر لم نقى زهر ايش معناه لا هذا تبع العشب ايه ما تفهم يعني تجي ناقص اللي عشب اوكي عشان تفهم والله عرب لك لا ما عرب حداك لا 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 ما هو هذا عشب هو بريدك اليمين كلا بخير فهد مرحبا وانا رايحين رايحين طال عمرك المحل الشيخ محل بيالة الشاحن نعم في الخارج وحتى لو هم موجود نعل له وجعل والله في العاب يستاهل ما شاء الله لا يفوتكم ارحب ابو سعود يلا حيا يا مرحبا ظنك انك بتفوز توقعاتك يعني لا والله انا اترك الكلام انما ما نختلف عند ان الخزام ما مهم الورد انت بس مقتنع عقب ما قال ابو سعود ان الخزام مهم الورد هذا ما عليك مش فاهم هي رئيس الورد رئيس الورد يا اخي لا الورد لا لانه ما يباع في محلات الورد يعني اذا ما تباع ما مهم الولد اقتنع مثل ما اقتنعت ان خلا مثل ما اقتنعت ان خلا من الشجر تقتنع ابو حمود بتفوز ظنك انا اكتب ما قلت بيجاكم هاد وش اقترحت عليه تقول يروح منه هو وش حل مثله لا 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 ما تبتوع وش لو وش دراك بهذا المعلومه هذا والله معلومه عامه شوف هل البيوت يحطون على بيوت مطارد حمام ما يستفيد من المجتمع تفضل ارحب ابو مسعود الله حي برضو يعني انا تعودت في كل النسخ انه في كل نهايه نسخه اني اقدم اعتذار الشديد لكم انتم شخص شخص اذا تركي تجاوز عليك او ما وفق في كلمه او حس خاطرك في موضوع معين فانا اعتذر منكم اعتذار شديد لأني أنا أراكم أبناء وأخوان وبإذن الله قريب ما أن الجلسة حبية أنا بغير مكاني هنا وبجلس عندكم بس وين تبون نجلس
احلى شويه مع عدول وشويه مع عدول، احلى شويه مع عدول وشويه مع عدول. اقول جاني خبر موتك مع الناس يا سعود، والعين هلت الدنيا البسيطه عمرها. يا سعود ما يلحق عيب ومحدود في حفره الله. يا مرحبا ويا مسهلا بجمهوري العظيم، جمهوري اللي تابعني من خلف الشاشات او من امام الشاشات، معليش، مرحبا بكم والله ومسهلا، وصبحكم الله بالخير، وشرفتوني نورتوني ما شاء الله. يعني تفاعلكم ما له يزيد يزيد، لكن انا مقصر لي 3 ايام مقصر والله في الرتم، ورتمي نازل مره في البث، فاعذروني، انتم خير مني اعذر. الوقت كله راح نوم في نوم، ما ننام للساعة 12 الظهر ولا نقوم الآخر الليل، فالمعذرة، وابشر إن شاء الله في الأيام الجاية، والله الله في التصويت، بخليه في السنة الجاية بتكلم فيه. يا الربع قولوا لا إله إلا الله، تصويت نجم الجمهور نزل، باقي له 5 أيام، فبنزل لكم الرابط الآن، وبنزل لكم الأمور كله بها، الهمة الهمة لا بارك الله فيك، الشباب، الشباب يتعشون. واضح اني جوعان جدا، اقصد يفطرون، معليش اني امس متعشيت وراح علي مفطح فاندبلت كبل شوي، لكن فطور فطور اللي تصل. شركات والله شركات. طبعا وصلنا لنهاية البث، اشكركم واشكرون من والله ما ادري ايش اقول، لكن ابشر بالعوض ان شاء الله، الوقت ما سمح لنا احنا نفتح بث. ارحب فتح بث، ارحب مرحبا وسهلا. الله حيك. شوف كيف الحال طال عمرك. الله يسلمك. ها طبعا ريان ابو حذره. هذا سعود بن علوش. ارحب. هذا ريان ابو حذره. وطاري الو لبيه يا غلامان. ارحب يا الداعم، ارحب يا عمان، ارحبوا. انت ايش تسوي؟ ما ادري. ديفك شو رايك؟ والله حياك الله. قاعد نطلب لك في الشروم. سالم حبيبي. سالم غامدي. قلت لك شيء. عطنا الاغنيه حق دخريتك الاخيره. عطنا اغنيه. اوه. بشوف سامي ايش قاعد يسوي. يلا انا بوريهم سامي ايش قاعد يسوي. طيب بس. شوف سامي زديح وصغير بسرعة سوري يا رجل بسرعة اقلب اقلب حط عايز ونيا سالم زديح شوف هذا الدرباوي اللي فحت ما تستعياز سالم زديح شوف هذا الدرباوي وش ذا الوجه تكفى وش ذا الوجه